مرحبا بكم. هسه راح نحل المثال الثاني عن موضوع السنترويد. هذا المثال منطوق مالته يقول locate the centroid of the shaded area showing in this figure. يريد نلقى المركز مال هذا الشكل اللي مظلل في اللون اللي قدامكم. هذا الشكل عبارة عن مثلا نفترض هذا مستطيل كبير زائد مثلث مطروح من عنده مستطيل صغير ونص دائرة. حتى نلقى السنترويد مال هذا الشكل لازم نقسمه الى اشكال، وقلت لكم انا هذا الشيء يعتمد عليكم تقسيم الاشكال. قد يكون واحد يرغب يسوي مستطيل كلش كبير يعني على هاي الابعاد كلها ويطرح من عنده هذا المثلث وهاي نص المستطيل وهاي نص دائره، يعني تعتمد على اللي يحل هو. هنا الحل مال هذا السؤال يعني صار بهذا الشكل، نقسم الى مستطيل اللي هو الشكل رقم واحد، هذا المستطيل هاي ابعاده من هنا انقسم، ومثلث لان اثنين هم بوزيتيف لان موجبات لانهم مؤشرات، ينطرح من عندهم فيجر نمبر 3 وفيجر نمبر 4 اللي هو سيمي سيركل نص دائره ومستطيل. فمثل حل شلون ما حلينا ذاك السؤال راح نسوي هذا الجدول مالتنا اريا اكس داش واي داش اي اكس داش واي واي داش ذني البارتس اللي هن from 1 to 4. طبعا هذا الشيء اشوفه دائما كمان عند بعض الطلاب يغلطون بهذا. هاي الاشاره من اكو دبل هيك دبل اشاره مثل هاي معناها هذا انج، اذا بس وحده معناها فوت، فمو معناها فشي يعني شكلي او هاي، لا هاي ابعاد يعني هذا 12 انج. فشوفوا هنا الاريا انج سكوير مو يعني فشي هاي يونتس. نرجع لموضوعنا، هسه راح نحسب الاريا مال هذا المستطيل الكبير، هذا اللي هو اللي هو مربع مستطيل عفوا 12، القاعده مالته الارتفاع مالته 4 زائد 4 زائد 2 اللي هي 10، ف 120 12 في 10 جايه من 12 في 10. دور المثلث، المثلث هذا الارتفاع مالته معروف 10، القاعده مالته 5 زائد هاي المسافه اللي ما اعرف ايش قد هاي المسافه، شلون راح نحسبها؟ نحسبها من نجمع هذا كله ايش قد 3 زائد منا هذا نصف القطر 3 يعني منا لهنا 6 2 2 5 راح يصير مجموعهن 18، نطرح من عند هاي ال 12 راح يطلع عندنا هاي المسافة منا لهنا 6. فهسه هذا منا لهنا 12، هاي 6 هاي وهذا 12. هسه المساحة مال هذا المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع نصف في 6 في 10 راح يطلع لنا 30، هاي 30. الشكل الثالث هو النص دائرة، مساحة النص دائرة أنا رفعت لكم هسه يعني هسه راح أرفع لكم الأشكال ذني شلون نحسب مالتهن النص المساحة والسنترويد إلى آخره، ذني الأشكال اللي جديدة عليكم. طبعا نص الدائرة مساحتها مو فشي صعب، هي مساحة الدائرة على 2، مساحة الدائرة باي ار سكوير يعني باي في ار، الار 3 تربيع 9 في 3.14 على 2 يعني نص مساحة الدائرة. مساحة الدائرة باي ار سكوير بنقول باي اوفر 2 ار سكوير، مساحة الدائرة نصف دائرة راح تطلع عندنا 14.14 بالسالب. ليش مثل ذاك السؤال؟ قلنا لانه هذا الجزء مطروح من الكل فنسوي اشارته سالبة. نرجع على هذا المستطيل اللي هو ارتفاعه 4 والعرض مال القاعدة مالته 2، ف 4 في 2 8 بالسالب لأنه ينطرح من المساحة الكلية. هسه نيجي نحسب السنترويد مال الشكل الاكس داش مال هاي الأشكال، هذا كله 12، الاكس داش مالته الاكس داش 1 خلينا نسميها يساوي 6 على 2 و 12 على 2 ويساوي 6. عندنا الدور هذا المثلث، هذا المثلث منا لهنا اكس داش 2، اكس داش 2 ال 6 على 3 اللي هي 2 6، هاي القاعدة منا لهنا 6 على 3، نحسب هاي المسافة طلعت لنا 6 على 3 اللي هي 2، 6 على 3 اللي هي 2 زائد هاي المسافة منا لهنا اللي هي 12، 2 زائد 12 14، لقينا الاكس داش مالتها. هسه مال هاي النص دائرة، النص دائرة هذا مركزها، هذا مركزها
العفو هذا مركزها، يبعد منا لهنا فد مسافة، ومنا لهنا يبعد R، فR اللي هي 3 زائد مسافة منا لهنا اللي هي 3 صار عندنا 6. هذا يبعد مركزه، هو منطبق ويا هذا الخط طبعا مركزه يصير، بس مع ذلك لازم نحسبه. المسافة منا لهنا اللي هي 2 على 2 1 زائد 2 زائد 6 زائد 3 راح يطلع عندنا المجموع 12. منا لهنا 1 منين جاي؟ جاي من القاعدة على 2 دي على 2 اللي هي 1 زائد هاي 2، يعني احنا نريد مو منا لهنا المسافة، نريد منا لمحور واي الاكس داش 4. فمنا لهنا 1 زائد هاي المسافة اللي هي 2 وهاي المسافة اللي هي 6 وهاي المسافة اللي هي 3 صار مجموعهم 12. فحسبنا الاكس داش، الخطوة اللي وراها نحسب الواي داش. الواي داش لهذا الشكل اللي هو نمبر 1، الارتفاع على 2، الارتفاع 10 على 2 5، لهذا الشكل الارتفاع على 3 لانه مثلث قائم الزاويه 10 على 3، هذا الارتفاع 10 على عفوا سنترويد واي داش 10 على 3. مال هذا الجزء منا لهنا هذا شيء جديد عليكم، شيء وحيد جديد عليكم، هذا المسافه منا لهنا ثابته قانون هي والربع دائره، وراح تشوفوها بالقوانين راح اعطيكم اياها، اسمها 4 ار على 3 باي، 4 R على 3 باي، يعني 4 في نصف القطر على 3 باي، 4 في نصف القطر 3 على 3 باي، راح يطلع لنا 1.273 جاية من 4، 4 في 3 على 4 في 3 اللي هي R على 3 اللي هي بالقانون على 3.14 اللي هي الباي، راح يطلع 1.273 اللي هي هاي 1.273. آخر شيء نحسب الواي داش مال هذا المستطيل، المسافة منا لهنا نحسبها أول شيء اللي هي 4 على 2، الارتفاع على 2 طلع لنا 2 زائد المسافة منا لهنا حتى نحسبها عن محور X، الواي داش عن محور X طلع لنا 4. هسه نضرب هذا في هذا، أي في X داش وأي في Y داش حتى نحسب دولة. لا تنسون الإشارات، هنا هاي سالبة لازم هاي تطلع سالبة، ذن اثنين سالبات ذن اثنين سالبات، ونطلع الصميشن مالتهم كلهم، صميشن الأريا صميشن X داش A صميشن Y داش A، يطلع لنا هاي الأرقام. هسا بسهولة نقول X داش يساوي صميشن A X داش على صميشن A، راح تطلع لنا X داش 7.5 إنج، والY داش صميشن A Y داش على صميشن A، راح تطلع لنا الY داش تساوي 5.08 إنج. هاي هي هذا المطلوب، انتهى السؤال اللي هنا. راح أعطيكم هسه بعض الهمورتات حتى تنحل إن شاء الله على الأسبوع الجاي، وإذا عندكم سؤال استفسار من الأسبوع الجاي تقدرون تطرحوه علي سواء بالكلاس روم أو أي مكان يعجبكم. أشكركم وانتهت المحاضرة إن شاء الله.